في مثل هذا اليوم من شهر رمضان لسنة 748 هجريا، ولي الحكم السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون بعد أخيه الملك المظفر سيف الدين حاجي، ولم يكن له في أمر الملك شيئا لصغر سنه، بل كان الأمر بيد أمرائه. وما لبث أن بلغ رشده فصفت له الدنيا، واستبد بالملك إلى أن اعتقل سنة 752 للهجرة، وظل في معتقله مشتغلا بالعلم حتى أعيد إلى السلطة مرة أخرى في سنة 755 للهجرة، وظل متربعا في سدة الحكم إلى أن قتل سنة 762 للهجرة. وقد أجمع المؤرخون على وصف السلطان حسن باهتمامه الكبير بالعمارة، ولذا أنشأ كثيرا من المباني الفاخرة، من ضمنها مسجد السلطان حسن، وذلك بداية من سنة 757 هجريا، واستمر العمل فيه 3 سنوات بغير انقطاع، ومات السلطان حسن قبل أن يتم بناءه، فأكمله من بعده بشير الجمدار أحد أمرائه سنة 764 هجريا الموافق لألف وثلاثمائة وثلاثة وستين ميلاديا. في 14 من شهر رمضان عام 359 هجريا وضع حجر الأساس والبدء في بناء الجامع الأزهر بالقاهرة، وتم بناؤه في حوالي 2 سنين تقريبا. ففي مثل هذا اليوم وضع جوهر الصقلي حجر الأساس بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، وافتتح للصلاة لأول مرة في 7 من رمضان سنة 361 هجريا، وسمي بالجامع الأزهر نسبة إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها، والتي ينتسب إليها الفاطميون. وقد كان الغرض من إنشائه في بداية الأمر الدعوة إلى المذهب الشيعي، ثم لم يلبث أن أصبح جامعة يتلقى فيها طلاب العلم مختلف العلوم الدينية والعقلية. في 14 من رمضان سنة 1265 هجريا توفي محمد علي باشا الكبير حاكم مصر الملقب بالعزيز أو عزيز مصر، وهو مؤسس مصر الحديثة وحاكمها. استطاع أن يعتلي عرش مصر بعد أن بايعه أعين البلاد ليكون واليا عليها، وبعد أن ثار الشعب على سلفه خرشيد باشا، ومكنه ذكاؤه واستغلاله للظروف المحيطة به من أن يستمر في حكم مصر لكل تلك الفترة، ليكسر بعد ذلك العادة التركية التي كانت لا تترك واليا على مصر لأكثر من 2 عامين. خاض محمد علي في بداية فترة حكمه حربا داخلية ضد المماليك والإنجليز إلى أن خضعت له مصر بالكلية. خلال فترة حكمه استطاع محمد علي أن ينهض بمصر عسكريا وتعليميا وصناعيا وزراعيا وتجاريا، مما جعل من مصر دولة ذات ثقل في تلك الفترة. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك المقابل للخامس من شهر كانون الثاني للعام الميلادي سنة 988، أبصر النور الأمير عبد الرحمن الناصر أمير الأندلس. درس القرآن الكريم والسنة وهو طفل في 10 من عمره، برع في النحو واللغة والشعر والتاريخ. استطاع الأمير عبد الرحمن الناصر
أن يعيد الاستقرار والهدوء إلى الأندلس في فترة بدأت تتجاذبها الأعاصير وتهددها رياح الاضطراب والفرقة والانقسام. كان شديد القرب من الرعية عطوفا عليها.